السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثال لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الأربان بلانينج واستخدام ال LLM ماسنج جنريتور عشان نعمل أشكال كتيرة جدا في المشروع بتاعنا. والميزة إن هو بيعمل له التحليل بتاعه الأناليسيز ويقدر يقول لنا أفضل تصميم ممكن إن احنا نقدر نشتغل عليه. احنا بنديله قطعة أرض وهو بيعمل عشرات التصاميم واحنا نقول له احنا أنهي تصميم فيهم اللي احنا عايزينه، أو ممكن نحط له قواعد معينة هو يبدأ يحللها ويقول لنا ان ده حقق الشروط اللي انتوا عايزينها والحاجات اللي انتوا مركزين عليها. فبيبدا يعمل لنا ماسنج، يعني هو بيعمل حاجات 3D مش حاجات 2D نقدر نعتمد عليها في الشغل بتاعنا. فهو ممكن يديك اكتر من تصميم وانت تبدا تشوف ويكتب لك كل واحده فيهم ايه المزايا وايه العيوب وايه البراماتيك او البرامتر الموجود فيها. ممكن برضو السبيسز هي البرودكت بتاعته بيشمل هكتار وبيشمل سبيسز، فممكن تديله برضو سبيس ويبدأ ان هو يقسمها، يعني ممكن مثلا يقسمها مثلا فيلا او يقسمها مكتب او بيت. تقدر تحط الحاجات اللي انت عايزها هو يبدأ ان هو يقسمها لك ويقول لك الاريا بتاعتها قد ايه والسيلينج رينج قد ايه والفوت برينت قد ايه. والجنريتيف ديزاين برضو يقدر يعمل لك تصاميم كتيرة تقدر تختار منها. دي الأسعار، الهيكتور ممكن تستخدمه مجاني، انت كده بس بتفتحه ك ك ك كتتفرج بس عليه، تمام. اكسبلورنج تمام، وهنا برو ده بفلوس اللي هو 179 يورو في الشهر المستخدم الواحد، تمام. ولو عايز اكتر ده ليه سعر تاني، تمام. فتقدر تشوف بقى الهكتور، فغالبا انا هجرب دوت، ولو هم سمحوا لنا ان احنا نجرب اصدارات تانية كتجربة نجربها ان شاء الله. نقدر نقول له نيو بروجكت، بيقول لي عايز اعرف اللوكيشن بتاعك، بيقول لي هتسمي المشروع بتاعك ايه، هسميه المنتزه، بيقول لي ارسم حدود المشروع بتاعك مثلا من هنا لهنا، وبيقول لي دريت بيقول لي مثلا هسكن في سنجل فاميلي ولا مالتي فاميلي، ويسيف بروجكت. هو ياخد بقى قطعة الأرض وعمل لها الدراسة بتاعتها وشاف المسافة قد ايه والارتفاع بتاعها قد ايه، حسي يقدر بقى يعمل لها اكتر من سيناريو. ده بيعمل لي هو دراسة للسان اناليسيز يوم كذا في شهر كذا، تمام. ولو عايز تشوف الشمس في عز الظهر مفيش مشكلة اهوت، تمام. وتقدر تحرك ده، انا بيعمل لي سان اناليسيز للمكان. هو مديني تولز ان انا عايز ارسم مثلا جزء معين تبقى منطقة زراعية مثلا بارك، تقدر ترسم لها، وممكن ترسم الشوارع اللي حوالين المكان بتاعك او جوه الشوارع او جوه المكان بتاعك، تقدر تحط الستريت الشوارع. فبدأ يعمل لي اكتر من سيناريو، تمام، اكتر من تقسيمة تقدر تختار منها، تمام. وتقدر تقول له انا عايز مثلا التيبيكال فلور هاي يبقى قد ايه، الفيرست فلور هاي يبقى قد ايه، الستريت ويتس قد ايه. كل دي عوامل تقدر ان انت تتحكم فيها بحيث يختار لك افضل تصميم انت عايزه.
وممكن تقول له انا عايز مثلا باركنج جراج، مثلا عايز جراوند باركنج، عايز اندر جراوند باركنج. زي ما انت شايف تصاميم مختلفة، التصميم السابع التصميم السادس، فحاجة ممتازة. الستريت باركنج من ناحية واحدة ولا من ناحيتين، ولا انت مش عايز خالص؟ انت بقى تبدأ تشوف كل تصميم فيهم انا فيهم اللي انت شايف انسب للتطبيق، تمام. ممكن تدخل جواه وممكن تقول له انا عايز استخدم نفس الانبوت ديت، فهو عمل لنا كذا سيناريو في ثواني تقدر تختار منهم في فكرة الايربان بلان. وبعد كده بقى هو بيعمل لك اناليسيس لكل حاجة، اليونت اللي موجودة، الاريا، الريشيو، الباركينج، معلومات لكل حاجة عن السيناريو دوت. هنا الديسيشن ممكن تقول له انا عايز مثلا اقسم السايت دوت، هو قسمه لاربع حتت، تمام، 1 2 3 4، والناس تقدر تدخل من هنا. انا افكر ان انا اسد المدخل ده وده واخلي الناس بس ايه اللي عايز يدخل يدخل من هنا، وتبقى المنطقة دي مقفولة ما ينفعش حد يعدي منها عشان يروح مكان تاني. لا، هو ممكن يعدي من بره هنا. لو في اي كومنتات هتلاقي هنا، تمام، اقدر اكتب اي كومنتات انا عايزها. تخيل كل ده في الاصدار الفري، تمام، فما بالك بقى لما يكون فيه فلوس. ده اللولو هايبر ماركت، كويس ان هو جنبينا عشان نبقى نروح نشتري حاجات على طول.